يعني في إطار التدابير الاحترازية للحظر الصحي، سوق الجملة الخضراء الفواكه يعني من بين المرافق العمومية الحيوية اللي باقي كتشتغل لحد الساعة. فإدارة سوق الجملة يعني اتخذت قرار يعني يوم الاثنين 23 مارس من أجل تحديد الوقت ديال التبضع من 4 الصباح إلى 11 ديال الصباح. هذا التدبير هذا يعني الهدف ديالو انه الناس ما يبقاوش يدوروا في السوق، الناس اللي غيقضوا المآرب ديالهم يجيو يعني يتقداو ويمشيو بحالهم. هذا هو الهدف ديالنا، وفعلا يعني هذا القرار يعني اتخذ يوم الاثنين، ويعني قمنا باغلاق يعني ابواب السوق على الساعه 11. لقينا بعض النوع ديال الناس ما عارفينش، درنا لهم تحسيس، مهنيين كذلك ديال نقل البضائع حتى هما درنا لهم تحسيس، وشرحنا لهم بان هذه ظروف استثنائيه وظروف طارئه، وخاص كل مواطن يعني ما ياخذش وقته في التبضع، وخصو يعني يقضي الغرض ديالو ويدخل دارو. هذا هو الهدف ديالنا. وكنشكر يعني من هذا المنبر الشرطه الاداريه الجماعيه، وتنشكر السلطات المحليه والامن اللي تيقوموا معنا وتيأزرونا يعني في هذه الظرفيه هذه. والحمد لله كانت نتائج جد ايجابيه اليوم، كيف تشوفوا السوق يعني راه يعني خوا من الناس، وهذا هو الهدف ديالنا. والمارشي راه غادي يستمر يعني يؤدي الواجب ديالو ديال التزويد ديال المواطنين. السلع الحمد لله موجوده، ما كاين حتى شي اشكال، الاثمنه جد مناسبه الحمد لله، ما كاين حتى شي فوضى، الامور مشات عاديه. غير هذاك يعني فاش غلقنا الباب مع 11 يعني طبيعي انه مجموعه ديال الناس المرتفقين، كاين اللي ما في خبارو شاي، كاين اللي عنده ظرف طارئ، ولكن حنا يعني الحمد لله باقي كنديروا يعني التوعيه للناس والتحسيس من سوق الجمله، يعني وبينا لهم بانهم راه يعني عندهم واحد الوقت محدد خصهم يحترموه ويدخلوا عند وليداتهم، راه الوقت يعني ظرف استثنائي هذا.